مساكم الله بالخير. شوفوا هذه الصورة، يمكن أغلبكم يعاني من نفس المشكلة اللي في الصورة. اسمها بين الناس شعر تحت الجلد، أو جلد الوز، أو جلد الدجاجة، أو مسامات الساق. سببها أن الشعر ينحبس تحت الجلد ويسبب هذا الانتفاخ أو هذه الحبوب. ليش في الساق؟ لأن جلد الساق سميك. علاجها صعب، لكن حاول فيها بثلاث طرق. الطريقة الأولى اللي بذكرها الحين هي أفضل وأقوى طريقة لعلاج هذه المشكلة. العلاج الأول والأساسي هو إزالة شعر الساق بالليزر. بمجرد أنكم تشيلون شعر الساق بالليزر راح تتحسن هذه المشكلة عند 50% منكم، لأن الليزر ينحف الشعرة، فإذا انحفت الشعرة في الساق ما تنحبس تحت الجلد، تطلع بسهولة من المسام. وعشان تنحف الشعرة لازم تكررون جلسات ليزر الشعر، فيبيلكم جلسات طويلة على ما تشوفون نحافة للشعرة واضح وحل لهذا المشكلة. يعني مو من أول جلسة أو ثاني جلسة ولا ثالث جلسة ليزر الشعر راح تشوفون نتيجة بهذا المشكلة. وكل ما كان الليزر أقوى أفضل، فليزر العيادات هو مناسب عشان يحل هذه المشكلة. الليزر المنزلي ضعيف نسبيا، فزين في إزالة الشعر لكن مو كافي لإزالة هذه المشكلة. هل في شيء ثاني إلى جانب ليزر إزالة الشعر ممكن يساعد في حل هذه المشكلة؟ نعم، في شيء ثاني وهو الكريمات، الحين بتكلم عنها. الترطيب المستمر بكريم اليوريا، وهذا العلاج موجود في أغلب كتب الجلدية لعلاج هذه المشكلة، يعني علاج معتمد طبيا وعلاج رخيص ما تشترونه من برا. أغلب المراكز الجلدية الحكومية بالكويت وبالخليج الصيدلية المركزية تحضره في علب مثل العلبة هذه، فمجرد أنك تطلبونها من الطبيب يوصفها لكم. وإذا ما حصلتوا هذا المرطب تستخدمون أي بديل ثاني له، ما في أي مشكلة، أهم شيء ترطبون الساق على الأقل. ترطيب الساق من العلاجات المعتمدة لهذه المشكلة وتقلل من احتباس الشعرة تحت الجلد. وتلاحظون اللي دائما يواظبون أو محافظين على ترطيب الساق باستمرار مدة طويلة تكون الساق ناعمة خالية من الحبوب هذه، ما أقول رطبة، ناعمة. فأنصحكم بالترطيب المستمر زائد إزالة الشعر بالليزر. بعد ما سويتوا هالشغلات هذه ما شفتوا نتيجة، تنتقلون إلى العلاج أو تضيفون علاج ثالث. العلاج الثالث والأخير اللي ممكن تضيفونه هو التقشير. التقشير ممكن يفتح بعض المسامات ويقلل من احتباس الشعر تحت الجلد. الحين بحط لكم صور. تقدرون تقشرون بالدفرن أو الأكريتين أو السلسلك أسد، هذه يحضرونه بالمراكز الجلدية الحكومية وينعطى بالمجان، كلهم موجودين عموما المراكز الحكومية بالجلدية أغلب دول الخليج. طبعا الحلو في الساق انها ان الساق يعني جلده سميك، فدائما يتحمل وما يتحسس مثل بشره الوجه، فيتحمل التقشير. والحلو بالساق بعد انها ما فيها غدد دهنيه، فحتى لما تستخدمون المرطبات مو لازم مرطبات معينه، حتى لو كانت دسمه فما فيها غدد دهنيه الساق، فما تطلع حبوب مثل بشره الوجه اللي لازم نكون حذرين لما نستخدم المرطب. في علاجات أخرى لكن قوية وتحتاج إشراف طبي بعيادة، لذلك ما أقدر أقولها هني بالسناب. طبعاً من حق المرأة وشيء مشروع أن تحلم في ساق ناعمة خالية من شعر تحت الجلد وخالية من الحبوب. لذلك أعطيتكم وصفة فيها أفضل ثلاث علاجات طبية ومعتمدة لحل هذه المشكلة وفعال، وتعطي نتائج مع كثير من الناس، وكثير منكم راح يشوف النتائج سواء بتحسن كبير أو تحسن متوسط. لذلك أنصحكم بالالتزام بالوصفة هذه اللي أعطتكم إياها اللي تنقسم إلى ثلاث أجزاء. وبصراحة شفت مرضى يألفون في علاج هذه المشكلة ويستخدمون علاجات غالية ومكلفة ماديا وبدون أي فائدة لسنوات طويلة. التزموا بالثلاث وصفات اللي قلتها لكم وإن شاء الله راح تشوفوا النتيجة. شوفكم على